المالية وعلى النخبة السياسية الموجودة في روسيا وأقاربهم وأولئك المقربين من بوتين، هؤلاء الذين راكموا ثرواتهم وصرفوها على السيارات الفارهة وكذلك على اليخوت. وبالنسبة على الأثر المالي فهذه العقوبات هي الأقصى التي تتخذها أمريكا، وهذا جزء من ردنا. ونحن أيضا نقوم بفرض تقييدات غير مسبوقة على الصادرات لروسيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وتايوان. هذه التدابير الجديدة تشمل منع تصدير أي منتجات مزدوجة الاستخدام لروسيا، وسنمنع روسيا الحصول على التكنولوجيا التي قد تستخدمها في القطاع البحري والجوي والتكنولوجي. كذلك سنقوم بخفض صادراتنا التكنولوجية ب50%. هذا يشمل الموصلات، أشباه الموصلات وكذلك الرقائق، وذلك لمنع روسيا من تنويع اقتصادها. هذه العقوبات الاقتصادية ستجهد تطلعات بوتين لتطبيق أجندته على الساحة الدولية. السوق الروسية تهاوت بشكل كبير بسبب ما حدث اليوم. عملة روسيا الروبل شهدت قيمة غير مسبوقة تاريخيا بمقابل الدولار. حكومة روسيا لن تتمكن من الاقتراض بنفس القدر الذي كانت عليه في السابق. هذا سيؤدي إلى التضخم وسيؤثر على الطاقة الشرائية والطاقة الإنتاجية على النمو وعلى مستوى المعيشة في روسيا. هذه ليست المخرجات التي نريدها. هذه مأساة لشعب أوكرانيا وكذلك للشعب الروسي. هذا نتيجة اختيار بوتين، ولذلك سنحرص على أن يكون هذا الإجراء الذي قام فشل استراتيجي. نقول إن أمريكا فرضت هذه العقوبات من أجل أن يكون هناك أثر على اقتصاد روسيا وتخفيف الأثار على أمريكا وأوروبا. عقوباتنا لا تستهدف التأثير على إمدادات الطاقة للعالم. نحن سنتيح تدفق الإمدادات ونبقيها بعيدة عن العقوبات، وسنقدم تصاريح وتراخيص ليكون هناك عدم تعطل لهذه السلسلة من الإمدادات، وسنجعل قدرة روسيا على الاقتصاد تتقلص إلى 15%. أنتم تحدثتم عن التضخم ونتائج هذه العقوبات. ما هو الحيز الزمني الذي ترونه من أجل التوصل بالنتائج التي تسبون إلى تحقيقها؟ هذه العقوبات ستظهر آثارا مع الوقت، ونحن نقول إلى كل قائد أنه يجب أن ينتبه إلى مستوى معيشة بلده. ونحن نرى مسبقا نتائج التدابير التي اتخذناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تضخم روسيا هو أصلا عال، وعملة الروبل فقدت الكثير من قيمتها، وهذه الخسائر الروسية تراجعت أكثر وتقلصت بسبب الغزو الذي حدث اليوم. ونحن سنحرص على أن يكون هناك فشل استراتيجي لروسيا، لأننا لن نكتفي بالعقوبات وإنما أيضا بجعل روسيا تنعزل عن العالم، وكذلك بتقوية جبهة الشرقية لأوروبا، وأن يكون لنا عزم وتصميم في الغرب للدفاع عن مبادئنا. أنتم تقولون تريدون رؤية النتائج. نحن نعرف ونفهم أن هذه العقوبات ستؤتي ثمارها مع الوقت. أنتم تتحدثون عن عقوبات، لكن لم تتخذوا أي شيء فيما يخص حرمان روسيا من نظام سويفت ولا عقوبات ضد الرئيس بوتين.
إذن ما الذي قد يجعلكم تتخذون عقوبات تستهدف بوتين؟ بالنسبة لسويفت واستهداف بوتين بالعقوبات، يمكن أن نتحدث عن الكثير من التدابير، لكن دعوني أقول لكم، أعتقد أن ما فعلناه اليوم هو برهان على أننا ننفذ ما تعهدنا به، وخصوصا فيما يخص فرض عقوبات. عندما نقول كل الخيارات على الطاولة وأننا مستعدون لزيادة جرعات العقوبات، فنحن نعم نقول. دعوني أرجع خلفا قليلا لوراء ونقول، نحن لا نقوم بهذا الأمر بما يشبه الضغط على الزر. نحن نريد أن تكون هذه العقوبات مدرة وتحقق أهدافها، ونريد أن نجعل روسيا تدفع الثمن، وثانيا نريد أن نكون متحلين بالمسؤولية، وذلك حتى لا يتم استهداف المدنيين الروس، وألا يكون آثار هذه العقوبات ممتدا إلى المواطنين الأمريكيين والأوروبيين. وكذلك نحن نقوم بهذه الخطوات بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا. كذلك نحن مرنون لأننا سنتصرف بحسب الوضع الميداني، وهذه العقوبات ستعمل على المدى البعيد وستكون مستدامة. بالنسبة للعقوبات التي فرضت على الأفراد والكيانات في بيلاروسيا، هل يمكن أن تخبرونا هل هناك عقوبات على أي دولة أخرى في العالم؟ وما الذي يمكن أن تفعله غير ما فعلتم مع بيلاروسيا؟ إذن بالنسبة للعقوبات التي فرضت على بيلاروسيا، هي لم تقرر بين عشية وضحاها، وإنما بسبب عدد من التصرفات التي نتجت وصدرت من روسيا وبيلاروسيا. هناك تراخيص لعاملين في القطاع الزراعي والطاقة. أمل أن تخبرنا هل هناك نسبة مئوية يمكن أن تحدثنا عنها عن الصفقات المعفية من العقوبات؟ ما هي النسبة المئوية للصفقات التي تستثنى من العقوبات؟ أحيلك إلى وزارة الخزانة لمنحك التفاصيل عن القطاعات المعفية. هل يتعلق الأمر بالنصف، الثلث؟ مبادئ هذه العقوبات هي أن هناك توازن بين العقوبات والإعفاءات، والأساس هو أن يكون هناك توازن. بالنسبة لقطاع الطاقة، عندما يكون لدينا موازنة بين عقوبات على الصادرات التكنولوجية وقطاعات أخرى، فإننا نتخذ قرارات محسوبة. بالنسبة لقطاع الطاقة، هذا المجال حيوي. نعرف أن روسيا هي ثاني منتج للطاقة في العالم، وكذلك لديها مخزونات من الخام، وروسيا أيضا تعتمد على هذه العوائد بشكل حيوي في اقتصادها. لذلك نحن لن نقوم بشيء قد يعطل سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة في العالم. سؤالان. أولا، بالنسبة للعقوبات المبدئية التي فرضت، لن أقوم بالإجابة عن افتراضات إلى أن تحدث أي شيء ونرد عليها. دعونا أن نتحدث عن الأشهر المقبلة. وسؤالي، روسيا تجتاح أوكرانيا والعالم يتفرج وينتظر أن تصعد روسيا أكثر. لا يمكن أن نملي على بوتين ما يقوم به، لكننا نقول إن مواصلة روسيا ما تفعله سيمثل فشلا استراتيجيا. سنكثف عقوباتنا على روسيا ونجعلها تتكبد الكثير في الاقتصاد والأسواق. سترون أن
العملة الروسية ستضعف أكثر، القدرة الشرائية ستتراجع، الاستثمارات ستتقلص، وهذه الدوامة من التراجع الاقتصادي ستضغط على بوتين. لذلك نحن ركزنا على العقوبات المالية. بالنسبة للقيود على الصادرات، ما رأيناه مع الوقت هو أن هذه العقوبات ستقيد قدرة روسيا على تنويع اقتصادها وعسرنته، وحتى بوتين كان يهدف إلى تطوير الكثير من التكنولوجيا الخاصة بالمستشعرات وكذلك الرادارات وما إلى ذلك. إذن سيكون هناك نتائج وتبعات على هذه المساعي لروسيا في تنويع اقتصادها وتطوير تكنولوجياتها في مجالات عدة. أنتم تقولون إن هذه العقوبات تهدف إلى ردع بوتين من مواصلة الغاز، هل يمكن أن تساعدنا على فهم لماذا بوتين بأفعاله لا يؤمن بفاعلية هذه العقوبات؟ وأيضا بالنسبة لمعاقبة بوتين، هل يمكن أن تساعدنا على فهم ما الضرر الذي ستسببونه لبوتين إذا فرضتم عقوبة عليه؟ بالنسبة لسؤالك الأول، نحن لا نجيب عن افتراضات وتخمينات، لكن دعونا نتخيل الوضع الحالي. إذا فرضنا كل العقوبات كلها، أولا بوتين، إذا كنا قد فرضنا العقوبات بشكل استباقي، سيقول بوتين هؤلاء ليسوا جادين للانخراط في المسار الدبلوماسي، وهذا كان ليمثل له ذريعة للغزو. ثانيا، قد ينظر إلى التكلفة، وبوتين دفع مسبقا الثمن، وبالتالي سيجعل الشعب الأوكراني يدفع الثمن بحرمانه من حريته. لذلك نحن فكرنا في هذه الأمور وقلنا إن هدف العقوبات هي أن نجعل روسيا تفشل استراتيجيا، وفي نهاية المطاف هذا يعني أن النجاح الاستراتيجي في القرن 21 لا يعني كسب أراضي إضافية. للأسف هذا ما يفعله بوتين. في هذا القرن القوى الاستراتيجية تقاس بقوتها الاقتصادية، بتطورها التكنولوجي وتاريخها، ما هي القيم التي تتبناها، هل لديها إرادة في احترام هذه القيم. وبالتالي بنظر إلى هذه التعريفات، ما تعرفه روسيا هو فشل استراتيجي. بالنسبة للرئيس بوتين، هل تتوقعون أن تمنع هذه العقوبات أي شيء؟ نحن قلنا بشكل واضح إنه إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وكما قلت في السابق، فإنه ستكون هناك تبعات اقتصادية قاسية، وهذا يهم أي قائد، لأن هذا يضر بمستوى معيشة الشعب الروسي. وفي هذا الصدد بوتين اتخذ القرار الخاطئ واتخذ الخيار الخاطئ. هل يمكن أن تحدثنا ما إذا كانت أمريكا تريد أن تضغط على الحلفاء لحرمان روسيا من نظام تمويل سويفت، تمويل العالمي سويفت؟ أقول إن العقوبات التي نفرضها اليوم ستضر بروسيا، وهي غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. إذا رأينا الآثار الدارة التي ستكبده للاقتصاد الروسي، وأعتقد أنه في هذا الاتجاه يمكن أن نعمل مع شركائنا وحلفائنا، وأعتقد أننا سنبقي احتواءنا لهذه العقوبات متحكما فيه حتى لا تمتد إلى أمريكا وأوروبا. سأؤكد وأردد أن كل الخيارات على الطاولة، والأمر متعلق فقط بالوقت، وبوتين يجب أن يأخذ هذا بجدية بعدما رأيناه اليوم. سؤالا، إذا كنتم ستفرضون عقوبات على بوتين، كيف سيكون ذلك؟ لن أعلق عن هذا الأمر.
هل يمكن أن ترفعوا العقوبات التي تفرضونها اليوم؟ الطريق إلى الدبلوماسية دائما مفتوح، الدبلوماسية لم تمت، لكن بعد غزو يحدث هذا الخيار يصبح غائبا. نحن اليوم نفرض عقوبات قاسية على روسيا. إذا حدث هناك تغير في الاختيار الاستراتيجي لروسيا وعادت إلى مبادئها واحترمت حدود جيرانها وسيادات الدول الجارة وسمحت للدول الجارة بأن تقرر مصيرها، كنا لنكون في وضع مختلف، لكن هذا ليس هو الواقع حاليا. قلت إن كل الخيارات موجودة على الطاولة وأن الدبلوماسية ما تزال خيارا وبابا مفتوحا، لكن إذا تتحدثون عن كل الخيارات، هل تتوقعون أن تسوء الأمور أكثر؟ هل لديكم أي معلومات استخبارية تخبركم بأن الأمور ستسوء؟ أم فقط أنتم تبقون الخيارات كلها مفتوحة لأسباب عن توقعاتكم؟ نحن نقول إننا نتبنى الشفافية لأننا نعرف أننا لا يمكن أن نعرف ما يدور بذهن بوتين. لذلك سؤالك يتحدث عن التخمين فيما يفكر فيه بوتين. العقوبات التي تصممونها وتبقون كل الخيارات على الطاولة، هل هذا يعني أن الأمور ستسوء؟ لا محالة. دورنا هو أن نبقى مستعدين ونكون جاهزين لكل السيناريوهات. إذا تم تصعيد الوضع سنواصل فرض العقوبات. استهداف قطاع الطاقة الروسي هو خارج الطاولة نهائيا. أقول إن عقوباتنا لا تستهدف تعطيل الإمدادات من الطاقة من روسيا إلى العالم. نحن مع ذلك سنحرم روسيا من التوصل بتكنولوجيات، وهذه التكنولوجيات تشمل قطاعات عديدة، ونحن نسعى إلى تقليص قدرات روسيا اقتصاديا في مختلف القطاعات. شكرا جزيلا. أعرف أن الوقت متأخر، أود فقط أن أشير إلى بضع نقاط. أولا، هناك مساعدات وفريق للمساعدة الإنسانية تم تعيينه للعمل في بولندا ومع الندراء في أوروبا من أجل مساعدة الشعب الأوكراني، وسيكون هناك تلبية للتطلعات والحاجات الإنسانية للشعب الأوكراني، وهناك 17 خبيرا إنسانيا يقيمون الوضع الإنساني في أوكرانيا، وذلك من أجل مساعدة الفئات المتضررة بالنزاع. الكثير منكم طلب مني أن أحدثكم أن أتحدث عن كيف قضى الرئيس هذا اليوم. الرئيس تابع الوضع ميدانيا من المكتب البيضاوي وأيضا من إقامته خلال المساء، ونحن قلنا إنه تحدث بشكل متكرر مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكذلك مع سفيرة أمريكا في مجلس الأمن، لأنها قدمت وأدلت بخطاب قوي ليلة أمس، وهو أيضا تحدث مع وزير الخارجية بلينكين، وكما تعلمون هو تحدث مع الرئيس زيلينسكي ويواصل متابعة الوضع عن كثب، وواصل متابعة الوضع إلى غاية الساعة المتأخرة. هو أيضا كرر اجتماعه مع فريق الأمن القومي وأيضا مع أعضاء من الأمن القومي. كان هناك اجتماعات أجراها بحضور مباشر وأيضا مع البعض بشكل عن بعد مرئي بالفيديو المرئي. كما تعلمون كان لديه عدد من الاجتماعات في هذا الصباح.
الصباح وهو قضى ساعة اليوم أيضا مع الجمهوريين قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من أجل إحاطتهم عن الوضع الميداني في أوكرانيا والإجابة عن بعض الأسئلة التي كانت لديهم. إذن هكذا قضى الرئيس اليوم وهو يواصل التركيز على أولويات أخرى كرئيس. تفضلوا. بالنسبة للرئيس زيلينسكي لم يكن هناك اتصال آخر مع الرئيس زيلينسكي كما رأيتم في الأيام الماضية. سنخبركم عندما تكون هناك اتصالات بقادة من قبل الرئيس بايدن. هل تعتقدون أن الرئيس زيلينسكي آمن؟ نحن لا ندخل في الإجابة عن تفاصيل أمنية، لكن نحن نتواصل مع الرئيس زيلينسكي وسنقدم له الدعم اللازم. بالنسبة للمقترحات الخاصة بحرمان وإبعاد روسيا من نظام التحويل المالي الدولي سويفت ومعاقبة بوتين، نعرف أن بايدن قال إنه لن يرسل جنودا أمريكيين إلى أوكرانيا، لكن هو سيدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية. رأيت تلك التغريدة، لكن ليس لدي أي تحديث جديد. هل تتوقعون حلف شمال الأطلسي أن يساعد رده ويعزز تلك الانتشارات الزائدة في العدد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا؟ أود أن أستوضح، هل هناك أي دليل بأن هناك أي هجمات على كيانات أو أفراد أمريكيين إلى الآن؟ ليس هناك أي جديد في هذا الصدد. كندا و أود أن أسأل، هل الهجوم السيبراني على أي عضو في حلف شمال الأطلسي أن يجعل الناتو يرد؟ هذا بطبيعة الحال منوط بقرار حلف شمال الأطلسي وبكل أعضائه. أنتم تتحدثون عن هذه نقطة مهمة التي أثرتها. أنا فقط أقول إنني سأحدثكم عندما يكون هناك جديد. بالنسبة للمساعدة الإنسانية، نحن كنا من أكثر المزودين بالمساعدات الإنسانية. نحن قدمنا 250 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، وكذلك نسقنا معادن من المنظمات الإنسانية لتقديم الغداء وكذلك منتجات الرعاية الصحية وأشياء عديدة، ونحن نعتزم تقديم مساعدات إضافية. وبطبيعة الحال بعد غزو روسيا لأوكرانيا نحن نعتزم أن نقدم مساعدات إضافية. هناك بعض الأشياء ربما التي لم تلفت انتباه الجميع. اليوم نحن رأينا روسا في الشوارع الروسية، وهناك من عارض العدوان الروسي على أوكرانيا، وهناك قمع تعرض له الصحفيون الروس والمواطنين الروس، وهذا الوضع مختلف عما حدث في 2014. الآن هناك تنديد حتى داخل الشوارع الروسية والشارع العام الروسي أكثر مما توقع كثيرون، ولذلك رغم القمع الذي يمارسه بوتين فإن هذه التظاهرات خرجت في الشوارع الروسية، وهذه إجراءات شجاعة وتفند تلك المزاعم بأن الشعب الروسي برمته يدعم ما يقوم به بوتين.
إرسال أسلحة فتاكة لأوكرانيا، هل تدعمون هذا؟ نحن في تواصل مع الكونغرس، وكان لدينا اتصالات مع أعضاء في الكونغرس، وبطبيعة الحال هناك تقييم لما يحتاجه الأوكرانيون، هناك مساعدات اقتصادية ودفاعية وأيضا إنسانية. هل هناك أي إشارات بأن هناك أي شكل من الانقسام داخل الحكومة الروسية؟ دون الخوض في المعلومات الاستخبارية، أنا تحدثت عن الروس الذين تظاهروا في الشارع، لكن إذا رأيتم ذلك الاجتماع الذي جمع فيه بوتين عددا من المستشارين، كان ظاهرا ذلك التوتر الذي كان لديه مع رئيس مخابراته وتلك الطريقة التي تحدث بها مع هذا، يعطي انطباعا بأنه يمكن استنتاج أشياء كثيرة. بالنسبة للأوكرانيين، هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لقبول اللاجئين الأوكرانيين؟ نعم، نحن مستعدون. نحن نقول إن معظم الأوكرانيين يفضلون الذهاب إلى أوروبا، لذلك نحن ننسق مع الدول الأوروبية حول الحاجات التي قد تستحدث، وخصوصا عندما تزيد موجات اللاجئين الأوكرانيين خلال 24 ساعة الماضية، ونحن ننخرط مع الأوروبيين حول هذه القضية. هل أنتم مستعدون لهذا؟ نعم، الرئيس مستعد، لكن نقول بما أن هناك دول أوروبية عديدة هي جارة لأوكرانيا، فهي منفتحة أكثر على استضافة اللاجئين، ونحن نتوقع أن معظم الأوكرانيين يفضلون الذهاب إلى الدول الأوروبية بفعل العامل الجغرافي والقرب الجغرافي. بالنسبة للرئيس، هل يفكر الرئيس بإرسال قوات لأوكرانيا؟ لا، الرئيس لا يفكر أبدا بإرسال أي قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا. فلاديمير بوتين قال إنه يتوقع أن الغرب كان ليفرض عقوبة في جميع الحالات، ما ردكم؟ لا يمكن أن نعرف ما يدور في ذهن بوتين، ولا نعرف ما هي التفاصيل الخاصة باستراتيجيته. لا نرى أي تهديد من أوكرانيا ضد روسيا، لم يكن هذا الأمر حاصلا قط. بالنسبة للهجمات السيبرانية، هل يمكن أن تتشاركين معنا أي خطوات يمكن لأمريكا أن تتخذها سباقيا لصد أي هجمات سيبرانية؟ هناك جهود مستمرة وتتواصل منذ بداية عهد بايدن من أجل تنسيق العمل مع القطاع الخاص والعمل وفق الشراكة من أجل حماية البنى التحتية السيبرانية وحماية المؤسسات المالية من أي هجمات سيبرانية، لأن القطاع المالي هو من بين أكثر القطاعات حيوية، وهذا الجهد يتواصل منذ أشهر، ونحن نواصل رؤية ما هي الاحتمالات لشن أي هجمات سيبرانية وتفادي أي تهديدات سيبرانية قد تحدث، وننسق مع عدد من الوكالات. سؤال آخر، رئيس بايدن قال إن أمريكا مستعدة للرد، هل هذا الرد للرد على أي هجوم سيبراني؟ هل هذا الهجوم السيبراني إذا حدث من روسيا ستردون بهجوم سيبراني آخر على روسيا؟ الرئيس يمكن أن يرد بشكل علني أو خفي على أي هجمات سيبرانية، لكن لن أدخل في التفاصيل حول ما الذي قد يقوم به من ترتيبات وردود. هل الإدارة لديها أي سعر مرجعي للطاقة في الذهن؟ لن أدخل في هذه التفاصيل، أنا أفهم سؤالك تماما. الذي تحدث عنه الرئيس بايدن هو أن الرئيس انخرط في اتصالات مع قادة في الشرق الأوسط ودول أخرى، وقال إنه سيتخذ كل الخطوات من أجل تخفيف الآثار المحتملة
العمل على سوق الطاقة وينسق كذلك جهوده مع بعض الدول من أجل سحب احتياطيات استراتيجية من مخزون النفط. إذا تسبب النزاع مع روسيا في تقليل إمدادات الطاقة عالمياً، هل لديكم أي تصور حول صمود أوروبا والأسواق الأوروبية؟ يمكن أن أتشاور مع الزملاء. الذي أعرفه هو أن أوروبا ستتضرر أكثر منا. بين الأشياء التي نقوم بها هي أننا ننخرط مع شركاء قد يكون لهم وصول إلى إمدادات من الغاز المسال مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيكون هناك حرف لبعض الإمدادات إلى أوروبا، ولذلك سنعمل على تخفيف أي آثار لأي خصاص في إمدادات الطاقة في أوروبا. كانت هناك بعض الاصطدامات في أوكرانيا، هل لديكم أي تقييم للمخاطر التي وقعت؟ ليس لدي تحديث دقيق، لكن هناك تقرير يمكن أن أتشارك محتواه معكم. بالنسبة للرهائن، دعوني أحدثكم عن هذا. هناك تقارير بأن الجنود الروس يحتجزون رهائن، وبالتالي هذا يعرض حياتهم للخطر. وهناك أيضا تقارير عن محتجزين في بواقع محددة في أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية. السيد زيلينسكي، هل لديكم أي معلومات؟ هل هو ما يزال في كييف أم غير مكانه؟ نحن نعرف مكانه، نحن نتواصل معه. وأقول في هذا الصدد إن ما نوقش هو متطلبات وحاجات زيلينسكي. هو أراد إدانة عدوان بوتين والانخراط مع قادة العالم، وهذا بالضبط ما فعلنا. أوباما وبوش أدان ما فعله بوتين. هل تواصلتم مع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية؟ في اجتماعه اليوم، وبالنظر إلى الوضع في أوكرانيا، هل هذا سيؤثر على الإعلان المرتقب حول المحكمة العليا؟ نحن ما زلنا ملتزمين بالإدلاء بهذا الإعلان في نهاية الشهر. بالنسبة لتفعيل المادة الخامسة في حلف شمال الأطلسي، هل سيكون هجوم سيبراني حافزا لتفعيل المادة الخامسة؟ هذا الأمر نناقشه مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي. هل هناك أي قرار نهائي فيما يخص الأيام المتبقية من هذا الشهر؟ لم يكن هناك أي مقترح. هل هناك أي مخاوف من أن روسيا مستعدة لامتصاص العقوبات التي تفرض عليها؟ هذا سؤال مهم، والجواب عنه صعب، لأنه لا نعرف ما يدور في ذهن بوتين والطبقة الأوليغارشية التي تحيط به. ونحن نستعرض الأقارب لبوتين وللنخبة السياسية والأوليغارشية الموجودة في محيط بوتين. وجدنا أن هناك مثلا على سبيل المثال البنوك المدعومة من الحكومة الروسية تمثل نسبة مهمة، وبالتالي يصعب أن يتملصوا من تلك العقوبات المفروضة على هذه البنوك. كذلك الروبل من أضعف العملات العالمية حاليا، التضخم ارتفع بشكل صاروخي.
الأسواق استجابت بشكل سلبي عن هذا بسبب هذا العدوان. لذلك من الصعب أن تتملص روسيا من هذه العقوبات التي أعلناها. نحن فرضنا عقوبات على 10 مؤسسات، وهناك عقوبات على مستوى الصادرات وتشمل أشباه الموصلات والتكنولوجيات التي يحتاجها للمستقبل، وهذه الأشياء يصعب المناورة بشأنها أو التملص منها. هل هناك أي اتصالات أو محاولات؟ إذن مشاهدينا، كان هذا جند من المؤتمر الصحفي. إذن تابعنا معكم مشاهدينا الكرام مؤتمرا صحفيا لنائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، تابعه تصريحات أخرى لجون ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض. نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي تحدث بشكل أساسي عن العقوبات المفروضة على روسيا في هذه المرحلة، عقوبات لمنع روسيا من تحقيق النهضة في اقتصادها من خلال منع توصيل رقائق وأشباه الموصلات لها، وتحدث عن تهاوي السوق الروسية والعملة الروسية التي شهدت قيمة غير مسبوقة أمام الدولار أو هبوطا في قيمتها. أيضا تحدث عن التأثيرات السلبية التي ستنعكس على روسيا في الفترة المقبلة من تضخم ومشكلات اقتصادية كبرى، وأشار إلى أن هذه المشكلات ستكون مأساة بالنسبة للشعوب سواء في روسيا أو أوكرانيا، وذلك نتيجة لاختيار بوتين ولقراره السيء الذي انعكس على الأرض بكل الأشكال. وسأله الصحفيون عدة أسئلة، كان من بينها أسئلة متعلقة بالعقوبات المفروضة على روسيا والوقت الذي قد تظهر فيه نتائجها، وأكد أن ذلك سيأخذ وقتا وستظهر طويلة، ويقول أن هناك أيضا عقوبات فرضت على بيلاروسيا نظرا لموقفها الداعم لروسيا. وتحدث أيضا عن بوتين الذي لا يؤمن بفاعلية العقوبات وأنه اتخذ قرارا خاطئا، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة وطريقة دبلوماسية أيضا مفتوح. بعد ذلك شاهدنا مؤتمرا صحفيا أو حديثا مطولا أيضا لجون ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي تحدثت عن مجموعة من الخطوات التي قامت بها الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن، منها فريق مساعدات إنسانية تم تعيينه للعمل في بولندا وأوروبا للمساعدة الشعب الأوكراني، أيضا خبراء إنسانيين يقيمون الموقف، وتحدثت عن اتصالات هاتفية قام بها جو بايدن على مدار اليوم، وأكدت أن الشعب الروسي لا يدعم، كله لا يدعم هذه التحركات الروسية، وأن هناك معارضات ظهرت في شوارع روسيا اليوم، وأشارت أيضا إلى العقوبات المختلفة وتصرف الإدارة الأمريكية إذا ما تعرضت لهجوم سيبراني. بالتأكيد هناك خطة عمل موضوعة وسيناريوهات عدة مطروحة على الطاولة، وأن استهداف قطاع الطاقة الروسي ليس هو الهدف الأول، لا استهداف لإمدادات الطاقة من روسيا للعالم، لكن التعطيل فقط لما يتعلق بالتكنولوجيا. مشاهدينا الكرام، متابعتنا الإخبارية مستمرة دائما معكم على شاشة النيل على مدار الساعة، متابعة لمستجدات الأحداث فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية. إلى اللقاء.